عملية زراعة وحصاد الأناناس. بإمكانكم أن تتابعوا بداية كيف يتم تجميع التشجيرات الصغيرة من الأرض والتي سيتم نقلها إلى أرضية أخرى حتى يتم زراعتها فيما بعد. يمكنكم أن تتابعوا هذه الأدوات والآلات التي يقوم العمال باستخدامها لعملية إزالة هذه الشجيرات من نبات الأناناس لنقلها في مكان آخر، ويمكنكم أن تتابعوا تسوية الأرض هنا وغرس هذا الورق البلاستيكي والذي سيعمل كمنفضة أو مكان مخصص لعملية الزراعة. لنشاهد ولنستمتع معا. الآن يتم إنزال الشجيرات الصغيرة في هذه الأرض حتى تبدأ عملية زراعتها في تلك البقاع المخصصة لعمليات الزراعة التي تشاهدونها. وكما ترون أمامكم تغرس كل حبة أو كل شتلة في مكان متقاربة مع الأخرى بهذا الشكل. يتم العناية بالمحصول جيدا ويتم رشه تمهيدا لعملية الحصاد فيما بعد. لنشاهد ولنستمتع معا. الآن نضجت ثمار الأناناس كما تشاهدون أمامكم، وسيحين موعد القطف. وهناك عمليات كثيرة للحصاد، إما يدويا عبر هذه السلال كما تشاهدون، أو عن طريق التكنولوجيا الحديثة، أو عن طريق الكثير والكثير من العمالة البشرية. لنتابع معا الطرق المختلفة لعملية حصاد الأناناس. هذا الناقل يعد من أسهل الطرق وأجودها في عملية حصاد الأناناس، إذ يقوم العمال بوضع الحبات فوق هذا المسار ليتم نقله إلى العربات التي ستقوم بتحميله إلى المصانع. لنتابع كيف يتم العمل. الآن ننتقل إلى مصانع المعالجة، حيث يتم إدخال الأناناس إلى المصنع، وبداية يتم غسله بالمياه جيدا. بعد أن يتم تنظيف الأناناس يتم إزالة الرؤوس من الأعلى، ثم ينقل إلى العملية التالية. الآن يتم إدخال الأناناس إلى المفرمة الخاصة التي تقوم بأخذ اللب وإزالة القشور بهذا الشكل حتى تنزل حبة الأناناس مخروطية الشكل كما ترون أمامكم، ويقوم العمال بالتشيك عليها وتنظيفها، ثم تقطع إلى دوائر بهذه الطريقة التي تشاهدونها أمامكم، وبعضها يذهب كدوائر والبعض الآخر يذهب كقطع صغيرة كما ترون، حتى تعبأ بهذه العبوات الخاصة لتصبح منتجا تجاريا. لنتابع معا كيف يتم العمل. بعد إغلاق العبوات يتم وضع اسم العلامة التجارية، ثم تنقل هذه الكراتين أو العبوات لتشحن إلى الأسواق. أما هنا عبر هذه الآلة يتم وضع حبات الأناناس المقشرة حتى تقطع إلى دوائر بهذه الطريقة كما تشاهدون أمامكم. هذه المقصلة القوية
هذه المقصلة القوية تقوم بتقطيعها بشكل رائع. في مكان آخر يمكنكم أن تشاهدوا كيف يقطع الأناناس إلى عديد القطع كما تشاهدون، وبهذا الشكل يتم أخذ القطع غير المرغوب بها حتى يتم عصرها فيما بعد. لنشاهد هنا عملية تعبئة قطع الأناناس في هذه العبوات الصغيرة. لننتقل في مكان آخر حيث يبدأ الأناناس رحلته من الصفر، ويتم تجميعه بهذا الشكل بعد غسله جيدا حتى ينتقل إلى مرحلة التغليف في هذا المصنع كما هو، وتباع الثمار بهذه الطريقة ويستحسنها البعض، إذ أنها منتج رئيسي في أسواق الفاكهة. يعتبر الزيتون من أكثر الزراعات التي يتم تداولها عالميا، إذ أنه يتم صنع زيت الزيتون والذي لا يتم الاستغناء عنه في كثير من الدول، ويمكنكم أن تتابعوا معنا عملية زراعته وحصاده وأيضا استخراج الزيوت منه، إذ تقوم هذه الآلات بداية بإنزال عصي بشتلات الزيتون الصغيرة في الأرض بزرعها بتجاور مع بعضها البعض باتجاه واحد كما تشاهدون، حتى يسهل حصادها عند النمو. لنتابع معا عملية الزراعة كيف تتم. بعد خطفة من الزمن ها هي الأشجار نمت وأثمرت، ويمكنكم أن تتابعوا عمليات الحصاد بهذه الآلة لهذه الثمار من الزيتون كما تشاهدون أمامكم، إذ تعبر هذه الآلة وتقوم بتجميع الحبات وإنزالها مباشرة إلى هذه الشاحنات. لنتابع معا رحلة حبات الزيتون عبر هذه الآلات، ونترككم أيضا مع بعض عمليات حصاد الطعام الأكثر مشاهدة في عام 2023. مشاهدة طيبة نتمناها لكم.